مرحبا بكم طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الأول الثانوي الصف العاشر لمادة التاريخ. درسنا اليوم سنتحدث عن الحضارة الصينية. إذن لدينا درس جديد وهو الدرس الأول من الوحدة الثامنة والأخيرة، وعنوان الدرس الحضارة الصينية. إذن أعزائي الطلبة، الوحدة الثامنة وهي الوحدة الأخيرة الموجودة في كتاب الصف الأول الثانوي تتضمن موضوعين: الحضارة الصينية والحضارة الهندية. سنتعرف على تلك الحضارتين، واليوم سنبدأ بالحضارة الصينية. بالنسبة للحضارة الصينية، تقع في أقصى القارة الآسيوية وبالتحديد من جهة الشرق. إذن بالنسبة للموقع، إذن موقع الصين تقع في أقصى القارة الآسيوية، طبعا يحدها من الشمال روسيا ومنغوليا، من الشرق لدينا كوريا الشمالية والبحر الأصفر، من الجنوب فيتنام والمحيط الهادي، من الغرب لدينا نيبال وبوتان وكشمير. إذن هذه الحدود بالنسبة لدولة الصين التي تؤسس حضارة سنتعرف عليها اليوم. تقع في أقصى القارة الآسيوية، يحدها من الشمال روسيا ومنغوليا، ومن الشرق كوريا الشمالية والبحر الأصفر، ومن الجنوب فيتنام والمحيط الهادي، ومن الغرب نيبال وبوتان وكشمير. هذه الحدود بالنسبة من الجهات الأربعة. طبعا بالنسبة لمساحتها، تبلغ مساحتها 9,600,000 كيلومتر مربع. إذا بالنسبة للمساحة، مساحة الصين 9,600,000 كيلومتر مربع. هي مساحة الصين. بالنسبة لعدد السكان، بحسب آخر إحصاء تم إجراؤه في عام 2017، فإن عدد سكان الصين بلغ 1,386,000,000 نسمة. إذن عدد سكان الصين 1,386,000,000 نسمة. طبعا مساحة الصين تعتبر ثالث أكبر دولة في العالم من حيث المساحة التي تمتلكها الصين. طبعا تاريخيا، هاي من الناحية الجغرافية، تاريخيا إذا أردنا أن نبحث بالنسبة لتاريخ الصين، كانت منذ عام 1279 واقعة تحت سيطرة المغول. إذن منذ عام 1279 ميلادي كانت واقعة تحت سيطرة المغول. الصين تحت سيطرة المغول. طبعا منذ ذلك الزمن إلى أن جاء عام 1367 ثار الزعيم الصيني تشاو يون تشونغ. إذن الزعيم الصيني ثار ضد المغول واستطاع من طردهم عام 1368. إذن في عام 1368 تم طرد المغول، من قبل الزعيم الصيني تشاو يون تشانغ. طبعا عندما تم طرد المغول، أسس هذا الزعيم الصيني أسرة عرفت بأسرة مينغ. طبعا هذه الأسرة هي التي حكمت الصين على مدار 300 عام. طبعا أول عمل قام به، قام بنقل العاصمة من نانجين إلى بكين. إذن أول عمل قام به تم نقل العاصمة، من نانكين إلى بكين. طبعا الحضارة المصرية التي سنتكلم عنها قامت على ضفاف ثلاثة أنهار، هذه الأنهار مشهورة جدا في الصين. الأنهار، أول نهر هو نهر هونغ يو، ونهر يانغ كيانغ تسي، ونهر يانغ تسي. طبعا هذه الأسماء، أسماء الأنهار الثلاثة نسبة إلى الأنهار الثلاثة التي موجودة في
الصين، فيرمز إلى النهر الجنوبي والنهر الأزرق والنهر الأصفر. إذن قامت الحضارة الصينية إلى قيام على ضفاف ثلاثة أنهار، النهر الأزرق والنهر الأحمر والنهر الجنوبي. الآن لدينا فقرة جديدة، سنتكلم عن أهم العلوم التي برع بها الصينيون. العلوم التي برع بها الصينيون. طبعا الصينيون برعوا في الطب وفي الفلسفة وفي الأخلاق وفي الطب. طبعا الصينيون برعوا في اكتشاف المجرات والنجوم والسماء. أيضا برعوا في الطب لأنهم كانوا يستخدمون الأعشاب الطبيعية بدلا من استخدام الأدوية والعقاقير على مرضاهم. طبعا يعتبر الصينيون هم أول من استخدموا تشريح الجثث بالنسبة للبشر، هم أول من استخدموا تشريح الجثث. هذا ما يميز الطب في الصين عن باقي الطب في باقي الدول. إذا كانت العلوم متطورة جدا بالنسبة للصين، فاشتهروا بمعرفة النجوم، المجرات، الضوء، أيضا لدينا الفلسفة، عندنا الطب، واستخدام الأعشاب الطبيعية. هاي بالنسبة لأهم العلوم التي كانت موجودة في مصر. الآن سنرى كيف كان وضع المجال الاقتصادي في الصين. إذن المجال الاقتصادي، المجال الاقتصادي لدى مصر. المجال الاقتصادي بالبداية سنتكلم عن الزراعة. كانت أهم المزروعات الموجودة في الصين هي القطن والقمح والرز. إذا بالنسبة للزراعة القطن والقمح والرز. طبعا كانت هذه الزراعة ناجحة جدا كما ذكرنا سابقا، وجود الأنهار الثلاثة هي التي وفرت المياه، وأيضا بالإضافة لذلك وجود التربة الخصبة، فنجحت المزروعات الثلاث. طبعا من ناحية الصناعة اشتهر الصينيون بصناعة الورق وبصناعة الحبر وبصناعة الطباعة. طبعا هم اشتهروا بتربية دودة القز. طبعا أيضا اشتهروا بصناعة الحرير، ومنها جاء اسم طريق الحرير التجاري الذي ربط الصين بمناطق الحضارات العربية. وخير دليل على ذلك وصول عدد من المنتجات التجارية الصينية إلى مناطق التي كانت فيها الممالك العربية وبالأخص في منطقة اليمن. إذن الصين من ناحية الزراعة اشتهروا بالقطن، القمح، الرز. هاي من ناحية الزراعة. من ناحية الصناعة يوجد لدينا صناعة الحبر، الورق، الطباعة، أيضا صناعة الحرير، ومنه جاءت تسمية طريق الحرير التجاري. طبعا وخير دليل على ذلك وصول بعض القوافل التجارية الصينية إلى منطقة اليمن. طبعا بالنسبة للعلوم التجريبية لدينا أيضا برعوا الصينيون في مادة الكيمياء، برعوا في مادة الكيمياء واستخدموا الحبر الأحمر والأزرق، هم استخدموا الحبر الأزرق والأحمر. طبعا الصينيين يعتبرون من الأوائل الذين تمكنوا من حل معادلات مجهولة من الدرجة الأولى. إذن الصينيين من الأوائل الذين تمكنوا من حل معادلات مجهولة من الدرجة الأولى. إذن أيضا برعوا في الكيمياء، ومعادلات من الدرجة الأولى. طبعا هذه كانت عن الناحية الاقتصادية. الآن سنتكلم عن الديانة، كيف كانت الديانة في لدى الصين. إذن ما هي المعتقدات الدينية الموجودة في الصين؟ طبعا بالنسبة للمعتقدات الدينية الموجودة في الصين، فقد آمن الصينيين وعبدوا الشمس والقمر والنجوم. إذن عبدوا الشمس والقمر والنجوم. كان يعتقد لدى الصينيين أن السماء هي الإله الأكبر. إذن اعتقدوا أن السماء هي الإله الأكبر. طبعا أطلقوا لقب على ملوكهم الصينيين أنهم أبناء السماء، وهذا دليل على امتزاج الحاكم السياسي بالحاكم الديني واعطائه ميزة دينية. طبعا اشتهرت ظاهرة عند الصينيين وهي ظاهرة الخلود بعد الموت.
الشخص بعد أن يموت تدفن حاجاته الضرورية معه عندما يحتاجه بحياته الخلود. هذا يدل على تأثرهم بالعادات الفرعونية المصرية القديمة عندما كان يدفن الفراعنة وتدفن معهم الاحتياجاتهم. طبعا أيضا وصلت إلى الصين الديانة البوذية التي جاءت إلينا من الهند، وأيضا الديانة الكونفوشيوسية التي ظهرت على يد الزعيم الصيني كونفوشيوس، وأيضا لدينا الديانة الطاوية. إذن ظهرت عدة ديانات في مصر، عدة ديانات مثل الديانة الطاوية، عندنا البوذية، أيضا الكونفوشيوسية نسبة إلى كونفوشيوس الزعيم الصيني، وأيضا عبدوا الشمس والقمر، وكان السماء هو الإله الكبير. هاي بالنسبة للديانة التي كانت موجودة في مصر. الآن سنرى ما هي أبرز الطبقات التي كانت موجودة في المجتمع الصيني، ترتيب الطبقات في المجتمع الصيني. إذن طبقات في المجتمع الصيني، طبعا الطبقات في المجتمع الصيني، الطبقة الأولى كانت لدينا طبقة الكهنة والنبلاء. إذن أول طبقة طبقة الكهنة والنبلاء. إذن طبقة الكهنة والنبلاء. الطبقة الثانية اللي كانت موجودة وهي طبقة الفلاحين، بعدين الطبقة الثالثة التجار، والطبقة الرابعة العامة. هاي أبرز الطبقات اللي كان يتألف منها المجتمع الصيني. كان لدينا عدة طبقات، طبقة الكهنة والنبلاء والفلاحين والتجار والعامة. لدينا الآن الفقرة الأخيرة، سنتحدث عن كونفوشيوس. من هو كونفوشيوس؟ إذن باعتبار ظهرت لدينا ديانة في الصين هي الكونفوشيوسية، فسنتكلم عن كونفوشيوس. طبعا كونفوشيوس هو رجل دين ظهر في الصين، كانت استطاع تأسيس مذهب يعتمد على الفلسفة الأخلاقية، واستطاع أن يجمع العادات والتقاليد الصينية في مذهب واحد. إذن هذا الذي يسمى كونفوشيوس استطاع أن يجمع العادات والتقاليد الصينية ويؤسس مذهب واحد، وكانت فلسفته قائمة على الأخلاقية. طبعا مبدأه الأساسي بالنسبة لكونفوشيوس هو يحن إلى الماضي، ويعتقد أن الإنسانية هي في الماضي، أن العمل الإنساني موجود في الماضي، ولا خير في الماضي إذ لم نتأثر به. طبعا هنا كونفوشيوس وجد معارضة من الحكماء الملوك الموجودين في الصين، ولم يوافقوه الرأي في دينه الجديد. وعلى الرغم من تلك المعارضة القوية، إلا أن ما دعا إليه من خلال مذهبه استمر أكثر من 20 قرنا، أي من القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن 19 ميلادي. طبعا هذه الفترة الطويلة استمر انتشر مذهبه في الصين وكوريا الشمالية والجنوبية وفي اليابان. طبعا السبب الذي تساءل فيه المؤرخون عن سبب انتشار الكونفوشيوسية لسببين: أولا نظرا لصدق كونفوشيوس، وأيضا لجديته في التعامل، وهو ما يتناسب مع الصينيين. إذن بالنسبة لكونفوشيوس أسس مذهب جمع العادات والتقاليد الصينية، طبعا كان مذهبه قائم على أساس أن العمل الإنساني موجود في الماضي، ودعا إلى التأثر بالماضي. طبعا وجد معارضة من الحكام، إلا أن دعوته انتشرت في كل جميع مناطق شرق آسيا، واستمرت على مدار من الزمن 20 قرنا، من القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن 19 ميلادي. طبعا السبب الذي وصلت أفكاره وانتشرت بسرعة كبيرة نظرا لصدق كونفوشيوس وجديته بالتعامل، وهذا ما يتناسب مع الصين. بهذا نكون قد أنهينا درسنا اليوم الذي تحدثنا به عن الحضارة الصينية.